بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أعزائي طلاب مدارس العبيد الأهلية القسم الابتدائي المرحلة العليا الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. اليوم معكم في الفصل الدراسي الثاني والدرس الثاني، درس الغيوم والهطول. كيف تتشكل الغيوم؟ تتشكل الغيوم من تصاعد بخار الماء الموجود في الجو إلى طبقات الجو العليا، ومن ثم التكثف حيث الجو البارد والتحول إلى قطرات ماء. وتتجمع قطرات الماء معا في طبقات الجو العليا مكونة الغيوم. أنواع الغيوم: 1- غيوم ريشية، وهي توجد على أعلى ارتفاع. الغيوم الريشية توجد على أعلى ارتفاع من سطح الأرض، بتتكون من قطرات أو من بلورات من الجليد، تتكون عند درجة حرارة 0 سليزيوس، وهي غيوم خفيفة وليس لها حواف محددة. 2- غيوم ركامية، توجد الغيوم أو تتكون الغيوم الركامية على ارتفاع متوسط، وتتكون من قطرات ماء سائلة، وهي غيوم سميكة ومنفردة. 3- غيوم طبقية، وهي توجد على أقل ارتفاع أو على ارتفاعات منخفضة من سطح الأرض، وبتتكون من قطرات ماء سائلة، وتتكون من عدة طبقات فوق بعضها فوق بعض. والغيوم الركامية والغيوم الطبقية عندما يزداد سمكها بتتحول إلى اللون الداكن، اللون الرمادي الداكن، لأنها تحجب أشعة الشمس. عندما يزداد سمك الغيوم وتزداد كثافتها يتكون الهطول. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. سورة النور الآية 43. كيف يتشكل الهطول؟ عندما تتجمع قطرات الماء في الغيمة ويزداد سمكها ويميل لونها إلى الرمادي، وتصبح القطرات أثقل من أن تبقى معلقة في الغلاف الجوي فتسقط على الأرض على صورة هطول. أشكال الهطول أو أنواع الهطول: 1- بلورات ثلج، وفي هذا النوع من الهطول بتتساقط قطرات من الجليد من الغيوم. 2- مطر، وفي هذا النوع من الهطول بتتساقط قطرات ماء سائلة. 3- البرد، وهو مصاحب للعواصف الرعدية، وفي هذا النوع تتساقط قطرات ماء سائلة مصحوبة بقطرات من الثلج. 4- مطر متجمد، ويحدث عندما تكون درجة حرارة الهواء بالقرب من سطح الأرض تساوي درجة 0 سليزيوس، فتتجمد قطرات الماء السائلة أو قطرات المطر السائلة عندما تصل بالقرب من سطح الأرض مكونة المطر المتجمد. ننتقل إلى العنصر الآخر من درس اليوم، هو الكتلة الهوائية والجبهة الهوائية. الكتلة الهوائية هي منطقة واسعة من الهواء تمتاز بدرجات حرارة ورطوبة متشابهة في كل أجزائه، وقد تغطي مساحات واسعة. أمثلة على الكتلة الهوائية: قد نعتبر مدينة مثل الرياض كتلة هوائية واحدة، لأن طبقات أو درجات أو الطقس في الرياض متساوي في جميع أجزائها، غرب أو شرق أو شمال أو جنوب. إذا قد نعتبر الرياض كتلة هوائية واحدة. 2- الجبهات الهوائية، هي منطقة التقاء الكتل الهوائية المختلفة،
مثل التقاء كتلة هوائية باردة بكتلة هوائية ساخنة. يبقى المنطقة التي تتلاقى فيها الكتل الهوائية المختلفة تسمى الجبهات الهوائية. ما هي أنظمة الضغط الجوي؟ من أنظمة الضغط الجوي 1 المنخفض الجوي، هو كتلة هوائية يكون الضغط في مركزها منخفض. المرتفع 2 المرتفع الجوي، هو كتلة هوائية يكون الضغط الجوي في مركزها مرتفع. المنخفض الجوي، اتجاه الرياح في المنخفض الجوي بيكون إلى الداخل، لأن الرياح تتحرك من المرتفع الجوي متجهة إلى المنخفض الجوي. إذا الرياح في المنخفض الجوي يكون اتجاهها إلى الداخل، وتتحرك الرياح عكس عقارب الساعة. أما في المرتفع الجوي يكون اتجاه الرياح خارجة من المرتفع الجوي، وتكون حركة الرياح مع عقارب الساعة. خريطة الطقس هي خريطة تشير إلى حالة الطقس في منطقة ما في وقت محدد. عن طريق خريطة الطقس يمكنني التنبؤ بحالة الطقس في مكان ما في وقت محدد. ويوضح على خريطة الطقس مناطق المرتفع الجوي والمنخفض الجوي والكتل الهوائية الباردة والساخنة والجبهات الهوائية. ما هي العواصف الرعدية؟ العاصفة الرعدية هي عاصفة ممطرة فيها برق ورعد. البرق وميض يحدث عندما تفرغ قمة العاصفة شحنتها الكهربائية. يبقى البرق هو الوميض أو الضوء الذي يظهر في السماء بسبب تفريغ الشحنات الكهربائية بين الغيوم وبعضها البعض. أما الرعد هو صوت التمدد الفجائي العنيف الذي يحدث للهواء عند حدوث البرق. البرق شرارة كهربائية بترفع درجة حرارة الهواء أكثر من 30 ضعف، مما يؤدي إلى تمدد فجائي للهواء ينتج عنه صوت عنيف وهو صوت الرعد. أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، بكده نكون وصلنا لنهاية الدرس، متمنين لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.